أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في تقسيمات الألفاظ قد وصل إلى التقسيم الثاني. مر التقسيم الأول وهو تقسيم اللفظ بما هو واحد، هل يتعدد معناه أو يكون واحدا كما هو واحد، كما أن لفظه واحد فذلك معناه واحد، وانتهى الحديث في هذا البحث. الآن للتقسيم الثاني، وهو أنه إذا تعدد، من جهة اللفظ، إذا تعدد هل يتعدد المعنى معه أو يبقى ماذا؟ أبقى المعنى واحد. طبعا كما قال المصنف، عندنا ترادف وتباين. تباين هي الحالة التي يكون فيها معنى اللفظ متعددا بتعدد ألفاظه، فكلما زادت الألفاظ فإن المعاني معها تزيد أيضا. ويقابله الترادف، لأن يكون المعنى، لأن يكون اللفظ متعدد ومع ذلك يكون المعنى واحد. أما السبب في أن القسم الأول يسمى بالتباين فيما يسمى القسم الثاني بالترادف، فجوابه أن التباين معناه عدم الالتقاء. فإذا كان عندنا 5 ألفاظ، فكل لفظ من هذه الألفاظ يباين اللفظ الآخر يختلف عنه في معناه، فمعنى للأول يختلف ويباين المعنى للثاني، يختلف عن المعنى للثالث ويختلف عن من المباينة عن الافتراض. وأما المرادفة فمن الرديف، الشخص الذي يصعد على ظهر الدابة إذا صعد خلفه شخص يسمى رديفة، أردفه خلفه، فكأنه المعاني كأن هذه الألفاظ هل متعددة تشترك في معنى، كأن هذه الألفاظ تشترك في ذلك المعنى، أي تترادف عليه تكون في السنة. قال إذا قسنا لفظا إلى لفظ أو إلى ألفاظ فلا تخرج تلك الألفاظ المتعددة عن أحد قسمين، ما هما؟ قال الأول، إما أن تكون الألفاظ موضوعة لمعنى واحد جميعها فهي المترادفة، سواء كان 2 3 لفظ. إذا كان أحد الألفاظ رديفا للآخر على معنى واحد، رديفا هذا يكون خلف. تقول أسد، سبع، ليث، تقول هرة، قط، تقول إنسان، بشر،
تراجع. الإنسان والبشر، الهرة هي القطة، الأسد هو السبوع. طبعا البعض ناقش كما ناقش في قضية الاشتراك في اللغة العربية بأنه يوجد بين هذه الألفاظ اختلافات، فإن السبوع يكون لهيئة عند الأسد، والأسد تكون لهيئة خاصة، وهكذا الهرة تكون غير القط هكذا. ولكن الصحيح ما ذكره الإمام أنه هذه تكون الألفاظ لمعنى واحد. قال: فالترادف اشتراك الألفاظ المتعددة في معنى واحد. ألفاظ متعددة ولكنها تشترك في معنى، كلها لها معنى واحد. ثاني قال: وإما أن يكون كل واحد منها موضوعا لمعنى مختص به فهي المتباينة. هذا لمعنى، هذا لمعنى، هذا لمعنى، هذا لمعنى، كل واحد بمعنى المختص به، مثل كتاب، قلم، سماء، أرض، حيوان، جماد، سيف، صارم. بس المصنف ذكر هذا المثال الأخير إلى يعني إلى غاية، ليش صارم وسيف وصارم؟ لأنه الصارم والسيف هو شيء واحد، لكن الصارم هو السيف القاطع والسيف مطلق سواء كان قاطع ولا مقاطع. قال: التباين، فالتباين على هذا أن تكون معاني الألفاظ متكثرة بتكثر الألفاظ، والمراد من التباين هنا هذا في هذا البحث غير الترادف الذي سيأتي في النسب. هناك إما أن تلتقي ببعض المصادق أو لا، هذا يسمونه تباين ذاك في النسب. هنا الترادف أو عفوا هنا التباين يقول يختلف عن التباين الذي سيأتي في النسب، فإن التباين هنا بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها لا باعتبار تعدد مصادقها، وإن كانت المعاني تلتقي في بعض أفرادها أو جميعها. حس في بعض أفرادها مقبولة جميع أفرادها حتى لو كان جميع. ما هو المثال؟ هذا السيف والصارم. السيف يشترك مع الصارم، الصارم يشترك مع السيف. كل صارم سيف. وبعض السيوف صارم. كيف تقول حتى تلتقي في كل الأفراد؟ مثل قال مثل مثل ماذا يعني؟ هذا كان مثال غريب. قال مثل الإنسان والنار. كل إنسان ناطق، ناطق إنسان، لكن معنى الإنسان هو معنى الناطق. فالأول مثال للبعض كما بين الصارم والسيف، والثاني مثال للكل كما لو كان أحد اللفظين يلتقي مع اللفظ الآخر في جميع أفراده. يقول: فإن السيف يباين الصارم من حيث المعنى، لأن المراد من الصارم خصوص القاطع من السيوف، فهما متباينان معنى، وإن كان يلتقيان في الأفراد قد تجد فقاء بينهم، إذ أن كل صارم سيف طبعا وبعض السيف صارم،
وكذا هذا من التالي الأول، وكذا الإنسان والناطق متباينان معنى، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. هذا كيف نصور؟ كيف نصور وجود لفظين بينهما لقاء في جميع الأفراد ومع ذلك من حيث المعنى يختلفون؟ قال المصنف، يعني قال وقال معه المناطق، القضية لا تدور مدار النسب الأربع اللي هو مدار المصاديق، فإنه بحسب بحث النسب الأربع يكون الإنسان والناطق متساويان لأنهما يتقيان في جميع المصاديق، ولكن مصطلح التباين هنا في تقسيمات الألفاظ لا يدور أمره عبر المصاديق وكمية اللقاء بين الألفاظ، وإنما عن اتحاد المعنى في هذا اللفظ مع المعنى في اللفظ الآخر. والدليل على أنه لا يوجد بينهما غير التباين وإن كانا يلتقيان في جميع المصاديق هو تعريف كل واحد منهم الذي يثبت أن معنى الإنسان هو غير معنى النظر، فإن الإنسان إذا عرف الإنسان سيقول ماذا؟ حيوان ناطق، والإنسان إذا عرف الناطق ماذا يقول فيه؟ شيء ما له الناطق أو ما له نطق، بس هذا خاص بالإنسان؟ لا، كل من ينطق، عليكم السلام، كل من ينطق لو نطق الجدار نطق الإنسان فهو ناطق، ليس إنسان لكنه ناطق. إذن عندما نقول بأن بعض الألفاظ تلتقي في جميع المصاديق ومع ذلك نقول بأنها ألفاظ متباينة، فذلك لأن القضية لا ترتبط بعدد المصاديق التي تلتقي فيها فيما بينها، وإنما يدور مدار المفهوم من هذا اللفظ ما هو والمفهوم من هذا اللفظ ما هو. إن كان المفهوم واحدا فهما مترادفان، وإن كان متعددا فهما متباينان. ليش بدأ بالإبل؟ ليش ما بدأ بالإبل؟ النتيجة إما أن يكونا مترادفين أو يكونا متباينين. نعم، توجد خصوصية الالتقاء في جميع المصاديق لا يعني الالتقاء في المعنى، بل قد يكون كذا، لكن الالتقاء في المعنى ماذا يعني؟ الالتقاء في جميع المصادر. فتوجد عندنا ملازمة بين المفاهيم المتحدة
مغلات الألمانية التي تدل على الاتحاد في جميع المصادر. ولا يوجد عندنا ملازمة بين المفاهيم المتعددة إذا التقت ولو في جميع المصادر، فلا توجد مثل هذه الملازمة. فالملازمة تدور مدار الاتحاد المفهومي، ويدور معها الالتقاء في جميع المصادر. أما إذا كان الاتحاد مصداقياً بالأفراد ليس بالضرورة أن يكون المعنى واحد، قد يكون وقد لا. لهذا يقول بأنه المفهوم من أحدهما، لأن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر. القضية ليست قضية مرتبطة بالمصادق أبدا. لو كان حديثنا في النسب الأربع لكان المحور الذي تدور حوله تسمية الألفاظ هو كمية المصادق التي تلتقي به. أما حديثنا هنا فالحديث عن مدى التطابق المعنوي بين ما يقصد من هذا اللفظ الأول وبين ما يقصد من هذا المعنى الثاني، هل المقصود منهما واحد أو لا متعدد. لذلك يقول وإن كانا يلتقيان في جميع أفرادهما، لأن كل ناطق إنسان وكل إنسان ناطق. ثم انتقل إلى القسمة الثالثة، قال قسمة الألفاظ المتباينة. طبعا هذه قسمة داخلية، لأنه بالمناسبة سنكون مناسبة ودخل في تقسيم جديد، وإلا التقسيم الذي قصده في البداية وين يأتي؟ يأتي هنا في مبحث ماذا؟ في مبحث المفرد والمركب. هذا التقسيم الثاني، هذا تقسيم داخلي، يعني تقسيم للقسم وليس للأفر. قال تقدم أن الألفاظ المتباينة هي ما تكثرت معانيها بتكثرها، يعني توجد ملازمة بين تكثر الألفاظ وتكثر المعاني، أي أن معانيها متغايرة مختلفة. ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام متغير يعني مختلفة، فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنقسم وتنسب تنسب إلى تلك الأقسام، التغاير والتباين. فيقول التغاير بهذه المناسبة يكون على ثلاثة أنواع: تماثل وتخالف وتقابل. واضح؟ تماثل وتخالف وتقابل. سبب، قال لأن المتغايرين لفظين المتغايرين إما أن يراعى فيهما اشتراكهما في حقيقة واحدة فهما المثلان. لاحظنا شنو؟ اشتراك، ماذا نسميهما؟ مثلان، واحد. وإما أن لا يراعى ذلك، ما نراعيه، لا نراعي ذلك سواء كانوا مشتركين أو لا، ما لنا علاقة، ما نراعيه. سواء كانا مشتركين فعلان أو بالفعل في حقيقة واحدة أو لم يكونا ما لنا علاقة، مشتركين ما عدوا. يقول وعلى التقدير الثاني اللي هو عدم المراعاة،
فإن كان من المعاني التي لا يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد بأن كان بينهما تنافر وتعاند فهما المتقابلان. معاني المتقابلة يعني المعاني المتنافرة المتباينة لا تجتمع من جهة في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. وإلا فهما المتخالفان يمكن اجتماع، هذا المتخالفان يمكن اجتماع، أما المتقابلان لا يمكن اجتماع مطلقا. يقول هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، فنقول المثلان ما هما المثلان؟ هما المشتركان في حقيقة واحدة. بما هو مشترك؟ يعني لوحظ اشتراكهما، أي لوحظ واعتبر اشتراكهما فيها، كمحمد وجعفر، واحد اسمه محمد واحد اسمه جعفر، اسمين لشخصين مشتركين في الإنسانية. بما هما مشتركان فيه؟ هذا إنسان وهذا إنسان، وكالإنسان والفرس باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. لا الحيوانية فقط، مو هذا حيوان ناطق، هذا مو حيوان ناطق، هذا حيوان صاحب في الحيوانية مشترك، فقط الحيوان. يقول لأنه لوحظ في محمد وجعفر الجهة المشتركة سمي مثلان، هذا مثله. لأنه لوحظ بين الإنسان وبين الفرس الحيوانية سمي مثله، سمي مثلان. وإلا محمد وجعفر في حقيقتهما هذا شخص وهذا شخص، كل واحد له طوله واسمه. وإلا فمحمد وجعفر من حيث خصوصية ذاتيهما مع قطع النظر عما اشتركا فيه هما ماذا؟ متخالفان كما سيأتي. ولذلك يمكن استعمال محمد وجعفر مثال للمتخالفين كما سيأتي، كما نستخدمه هنا مثال للمتماثلين. لا فرق، لا توجد مشكلة. وكذا الإنسان والفرس هما متخالفان بما هما إنسان وفرس، وإن كان يشتركون بالحيواني. يقول هنا بعدين التماثل قال هذا الاشتراك يحتاج إلى بيان، أنه ترى لكل واحد له اسم خاص. قال والاشتراك والتماثل إن كان في حقيقة نوعية مثل محمد وجعفر فردين من نوع واحد كمحمد وجعفر، ماذا يسميهما؟ يخص باسم المثلين أو المتماثلين ولا اسم آخر لهما، مثلين. وإن كان في حقيقة، وإن كان في الجنس يعني في حقيقة جنسية كالإنسان والفرس سمي متجانسين. وإن كان في الكم أي في المقدار سمي أيضا متساويين. وإن كان في الكيف أيضا أي في كيفيتهما وهيئتهما سمي متشابهين. والاسم العام للجميع هو التماثل. لكن بحسب الحقيقة التي يجتمعان فيها يسمى كل واحد باسم خاص، مثلين متجانسين متشابهين متساويين وهكذا. قال والمثلان أبدا لا يجتمعان ببدية العقل. واضح. لماذا لا يجتمع؟ ذوات، ذواتها شلون؟ جواهر يعني شلون تشتري؟ ممكن في شيء واحد يكون محمد وجعفر الشيء واحد، الإنسان والحصان هكذا. الثاني المتخالفان، وهما المتغايران من حيث هما متغايران، يعني لوحظت المغايرة فقط، جهة المغايرة، ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إن كان من الصفات، إذا كان من الصفات مثل الإنسان والفرس
بما هما إنسان وفرس. طبعا هذا مثل الإنسان والفرس، هذا مثال للأصل مو مثال لهذا الكلام الأخير، مو مثال للصفات وإنما مثال للأصل. مثل الإنسان والفرس بما هما إنسان وفرس، لا بما هما مشتركان في الحيوانية. طبعا يشتركون في الحيوانية ولكن بالحقيقة هذا إنسان وهذا فرس. وكذلك الماء والهواء والنار والتراب والشمس والقمر والسماء والأرض متخالفان، إذا لوحظت جهة المخالف. ومثل السواد والحلاوة والطول والرقة والشجاعة والكرم والبياض والحرارة، كلها معاني متخالفة. يمكن أن تجتمع، نعم، إذا كانت من الصفات. شيء أسود وحلو، حلاوة سوداء، دبس هم يصير أسود وهم يكون. بعض أنواع التمر قد تكون قريبة للسواد، قد الطول والرقة يكون شيء طويل ورقيق. ماكو شخص هم شجاع وهم كريم، هم أبيض وهم حار، ماكو. والتخالف قد يكون في الشخص مثل محمد وجعفر، هذا الشخص هذا يختلف عن شخص هذا، وإن كانا مشتركين نوعا في الإنسانين، ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك، لما لوحظ ماذا؟ الاختلاف. وقد يكون في النوع اختلاف مثل الإنسان والفرس، وإن كانا مشتركين في الجنس وهو الحيوان، يكون الإنسان والفرس الحيوانية، ولكن لم يلحظ الاشتراك وإنما لوحظ ماذا؟ الاختلاف. وقد يكون في الجنس وإن كانا مشتركين في وصفهما الخارجي العارض عليهما مثل القطن والثلج، مشتركين ماذا؟ في وصفهما العارض عليهما اللي هو البياض، المشتركين في وصف الأبيض، إلا أنه لم يلحظ ذلك وإنما لوحظ ماذا؟ بينهما اختلاف. ثم قال: ومنه يظهر، من هذا الكلام قد واحد يقول إذن هذه الأمثلة يمكن أن تستعمل في الأول، يمكن أن تستعمل في الثاني. نعم، يقول نعم، لا ما قال. ومنه يظهر، من هذا الكلام يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما. إذا لاحظنا هذه الجهة وهما متخالفان، إذا لاحظنا الجهة الثانية اشتراكهما في الإنسانين وهما متماثلان، ويصدق عليهما مثلان أو متماثلان بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو الإنسان. وكذا يقال على الإنسان والفرس، هما متخالفان من حيث الإنسانية والفرسية، من حيث الإنسان والفرس من جهة تغيرهما في الإنسانية والفرسية، وفي نفس الوقت ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية، لأن كل منهما حيوان. وهكذا في مثل القطن والثلج، الحيوان والنبات والشجر والحجار. ويظهر أيضا، هذا يظهر وهذا يظهر، أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، لا، قد يكون بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا وقد لا. يقول: ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن فيها الاجتماع، لا يمكن، مع أنها ليست من المتقابلات، مو متقابل، ومع ذلك لا يمكن فيها الاجتماع كما سيأتي، ولا من المتماثلات حسب الاصطلاح. ثم أن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل، تخالف يطلق في قبال من؟ في قبال التماثل، في قبال التقابل. وقد يطلق التخالف على ما يقابل التماثل، يصير في قبال من؟
في قبال التماثل فقط. فإذا صار في قبال التماثل ماذا يكون؟ شاملا للتقابل والتباين. فيشمل التقابل أيضا، فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح أنهما متقابلان. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا درس هذا، خلي خلص الدرس، خلي خلص درس يسجل، خلص خمس دقائق. فيقال للمتقابلين متخالفان. لذلك ثم إن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل فيشمل التقابل أيضا، فيقال للمتقابلين على هذا الاصطلاح أنهما متخالفان. الثالث المتقابلان، وهما المعنيان المتنافران، يعني يدفع ينافر أحدهما، اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، كالإنسان ولا إنسان، إنسان ولا إنسان، ممكن كل الأعمى والبصير، الأبوة والبنوة، السواد والبياض. طبعا هذه الأمثلة كل واحد يمثل نوع من أنواع التقابل أو قسم من أنواع أقسام التقابل. الأول تقابل النقيضين، الثاني تقابل الملكة والعدم، الثالث تقابل المتضايفين، الأخير تقابل الضدين. فبقيد وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في الوجود، ولكن لا في محل واحد، بل يكون البياض لشيء والسواد شيء آخر، كبياض القرطاس وسواد الحد. وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة، جهة واحدة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد لكن من جهتين. أنا ابن وأب، ابن لأبي وأب لابني، لكن لا يمكن أن يكون أنا ابن لأبي وأب له، أو أكون أب لابني وابن لأبي، لجهتين مختلفتين لا مانع، لا مانع من ذلك. إذ قد يكون شخص أبا لشخص وابنا لشخص آخر لا مانع، ولكن إذا لوحظ وحدة الجهة شخص واحد، هل أن يمكن أن تجتمع بيني وبينه الأبوة والبنوة من جهتي؟ كلا، من الجهتين نعم لا مانع، أنا أبوه هو ابني نعم، من جهتي لا، وهو من جهته لا يمكن أن يجمع ماذا؟ أيضا الأبوة والبنوة. وبقيد وحدة الزمان دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة مما يمكن اجتماعهما في محل واحد ولكن في زمانين. هذا المكان قد يكون حارا في وقت وباردا، تقول والله اجتمع الحار والبارد، نقول نعم في زمان واحد نفس هذا المكان يكون حارا وباردا، لا يمكن. إذ قد يكون جسم باردا في زمان ونفسه حارا في زمان ولكن في زمان آخر. إن شاء الله يأتي الحديث في أقسام التقابل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.